والله شيخ بكل صراحه يعني ما عنديش نصائح نقول له اهم شيء يلعب في اوروبا لكي يزيد يتطور اكثر واكثر. ما قدمه في هذه البطوله العربيه يعني شيء جميل جدا، وخاصه الهدف اللي سجله من وسط الميدان. الان ان شاء الله الابواب اوروبا تفتح لهذا اللاعب لكي يزيد يتطور اكثر واكثر ان شاء الله. هذا وش نتمنى له ان شاء الله، ان يلعب في نادي كبير في اوروبا.